والله بصي، انا بقابل حاجات يعني انا ما بصدقهاش عن نفسي. يعني بشوف ان في فنانين كتير قوي شفايفهم كبيره، تمام، وعاوزين يكبروها اكتر، بس علشان هي عاوزه ان تاخد اللون او تاخد مش الرسمه، ان تبقى ممطوطه قوي وعاليه قوي بالشكل ده، ان هي تبقى نفس الشكل. فنقعد يعني انت سنانك عاليه، فما ينفعش ان حد يبقى اسنانه عاليه شويه والشفايف كمان كبيره وكمان احنا نحقنها. ف لا انت مش هتعمليها لي ليه؟ وبتحس ان انا اللي ضد كده، لان الدكتور ساعات بيبقى لما بتبقى فيه فنانه بيبقى عاوز يجاملها او عاوز ان هو يخليها تبقى سعيده، فهي مقتنعه بده، وانا واقفه في النص ما بينها وما بين الدكتور مش هتعملي كده ابدا. بس فلا، في حاجات كتير، وفي ناس بتبقى عاوزه مثلا تحقن اماكن معينه في الجسم وهي برضو مش محتاجه، بالعكس ده هي مليانه لازم تخس، فبتبقى لا انا عاوزه ازود المكان المعين. واحنا ساعتها بيبقى في حلين، لا احنا نرفض او ان هي تعمل ده يعني خارج البرنامج، علشان ما ينفعش في النهايه ابقى انا طالعه بس علشان ارضي الفنانه اسمع كلامها. يعني هي جايه معانا البرنامج علشان احنا نضيف ليها ولو حاجه صغير. يعني احنا في فنانين ما عملناش ليهم اي حاجه تجميليه خالص، احنا جاست بس ان احنا غيرنا اللوك من اللبس والميك اب وبس، وعملنا لها فوتوشوت، هي مش محتاجة. في فنانين لا احنا كنا بنعمل كده، وفي فنانين نص الحلقات انا ما كنتش عاوزة اكمل، حسيت ان انا خلاص تعبت مش قادرة. بص هقولك على حاجة، هو يعني هو حرام لو انا دلوقتي حلوة قوي وعمالة اعمل في نفسي تمام اضافات بتغير من شكلي، لكن لو انا فعلا عندي المشكلة دي حرام ليه؟ يعني مش حرام ابدا، لو في حاجة انا نفسيا مقتنعة ان هي وحشة ومضايقاني ان الناس لما بتيجي تبصيلي بتبقى الحاجه دي انا حاسه ان انت بس بتبصيلي عشانها، وببقى طول الوقت مركزه على كده، فانا لو عملتها ده مش حرام، لان دي حاجه هتريحني انا نفسيا، تخليني متصالحه مع نفسي. لكن لو انا مثلا دلوقتي حاسه ان انا حلوه بس اللي هو فاضيه بقى، فانا عاوزه اروح لدكتور التجميل يزود شويه، يعني دي حرام عليها هي، يعني حرام عليها هي. تمام ليه؟ لان احنا التجميل برضو بصفة عامة لو احنا فضلنا طول النهار نحقن في وشنا وطول النهار نعمل في عمليات، ما كل ده اللي احنا عاملينه في الحلقات ان انت بعد العملية بسنتين بيبتدي يظهر حاجات تانية ما كنتش عاملة حسابها دلوقتي. وفي عمليات ما ينفعش تعمليها لمرتين في حياتك زي الشفط مثلا، في ناس كتير بتبقى تروح تشفط تروح تاكل زي ما هي عاوزة وترجع عاوزة تشفط تاني، فانت ليك الماكسيمم بتاعك سنتين في عمرك تشفط علشان الجلد ما يبص. بس لا، في حاجات كتير قوي ان شاء الله يعني تشوفوها، ونبقى بنفيد الناس مش طالعين نتكلم كلام هم حابين يسمعوه، لان كمان الحقيقه ساعات بتبقى بتزعل اللي قدامها شويه. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org